كان حلمه أن يصبح طياراً، وفعلاً حاول دراسة ميكانيك الطيران، لكن الظروف عاكسته فتخلى عن دراسته ولم يتخلى عن حلمه. وبدلا من أن يقود طائرة تضم مجموعة مختلفة الأجناس من الناس يسافر بهم من بلد إلى بلد لقضاء أعمالهم أو الترفيه عن أنفسهم، وجد أنه من خلال صوته يقود مركبة فضائية يحارب من خلالها قوى الشر في هذا الكون الفسيح، ويدافع عن كوكب الأرض وحرية الشعوب وحقهم في العيش بأمن وسلام. إنه الفنان القدير جهاد الأطرش. انتقل الأطرش بحلمه من فن الطيران إلى فن التمثيل والإلقاء الإذاعي والدبلجة. إلى الله يبث همي وحزني، وإليه عاقبة الأمور. وانطلقت مسيرته المهنية عام 62 و900 وألف في البرنامج الإذاعي حكمت المحكمة، ثم توالت البرامج والأعمال الفنية من مسلسلات وتمثيليات ومسرحيات. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال تختلف في مواضيعها الأدبية والثقافية والتراثية والعلمية وغيرها، ولكنها تتفق على أنها أعمال فنية خالدة تخاطب عقل الإنسان العربي وفكره ووجدانه، بل تخاطب أيضا قلب المشاهد العربي وتسحر سمعه وبصره. يعتبر الأطرش أحد أساطير التعليق الصوتي وركنا فذا من أركان جيل النخبة للمؤدين العرب الذين يتفاعلون بصدق وإحساس عظيم مع الشخصيات التي يمنحونها أصواتهم، وبخلاف شخصية دايسكي أو الدوق فيلد في المسلسل الشهير جراندايزر، قام أيضا بدبلجة صوت شخصيات تاريخية شهيرة كصوت النبي زكريا والإمام الحسين عليهما السلام والإسكندر المقدوني وبن خلدون. الفن الكويتي أيضا كان له نصيب من موهبة وإبداع صاحب الحنجرة الذهبية الذي يعرف أيضا بلقب أمير الدوبلاج. الرزة المزدوجة. وذلك حين شارك بصوته المميز في إحدى المسرحيات التاريخية المحلية عام 2009. كان حلمه أن يصبح طيارا، فأصبح صوته يطير من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل ليهتف عاليا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جو هوى الموت.